الموقف القانوني اللي بنوا يعني هتجيب لقطات تشوف احمد الشناوي ماشي. هنشوف الكابتن احمد الشناوي في تحليله كخبير تحكيمي مش في قناه. ممكن اقول انا قبل ما الشناوي عشان ما ابقاش بسرق منه. اتفضل. انا تواصلت مع حد من ثقات التحكيم يعني مش الكابتن شناوي وسالته ان يعني في ناس بتقول الكره خبطت في رجل اللاعب ثم انتقلت الى يده وفي ناس ما قالوش انها انتقلت اصلا الى يده. ها القانون هنا بيقول ايه؟ لان نشرت كلام على لسان الخبير الكبير جمال الشريف انه قال ان دي جت في رجله وما تبقاش ضربه جزاء. فقال لي بدل ما اتلعبت عن غير طريقه يعني لو هو اللي بيلعبها فقال جت في ايده ما تبقاش خطا. لكن لو انت شطت كوره فخبطت في جسمه وجت في ايده اللي مش في وضعها الطبيعي اللي مكبره جسمه خطا والقانون فيه نص واضح عن هذا الامر. قلت له طيب الواقعه بقى دي والصور عنده وخد صور قال لي ضربه جزاء ما فيهاش مناقشه وعشان كده لما راح الفار شافها ورجع قال تعالى نشوف كابتن. فالقانون بيقول كده. انت بقى مشاعرك كراجل ما بتحبش الاهلي عايز تقول غير كده وتدلس ده موضوع تاني يا استاذ ابراهيم. صحيح. كابتن احمد الشناوي مش في قناه الاهلي، كابتن احمد الشناوي خبير التحليل التحكيمي في قناه اون تايم سبورتس، نشوفه. خلي بالك ركله الجزاء يا كابتن سيف الكوره اللي هم جابوها الاعاده الاخيره اللي يقول لك انها جت في الرجل ما جتش في الايد. بعد ما الكوره بتخبط في رجل اللاعب بتروح فين؟ بتبص تلاقيها بتروح عاليه تجاه اليد. من هذه الزاويه ما تبينش. ان كانت لمست الايد ولا ما لمستش. هي جت في الرجل بس هي جايه ايه؟ ارتداد وليست لعب. ارتداد يعني لو الكره ارتدت من اللاعب لايده اللي مش في الوضع الطبيعي هيعاقب بلمسه يد. الحكم لما راح للفار قال له انت حسبت على ايه؟ شفت ايه؟ قال انا شفت من ناحيتي. قال له لا الصوره اللي انت شفتها جت في الرجل بس بعد كده راحت على الايد. قال له وريني ففرجوا الصوره اللي هي من الزاويه العكسيه. اللي هي الكوره بتيجي على الايد بعد ما تضرب في الرجل راحت على الايد. اقول لك حاجه يا كابتن انت عارف انا ليه انت عارف يا كابتن انا ليه متاكد انها ضربه جزاء؟ من رد فعل اللاعب اما راح للحكم. انت عارف اللاعب اما راح للحكم انا شفت الحكم وبيقول له انت عارف ان هي جت في ايدك فاللاعب بيقول له ايدي قال له ايدي ثابته قال له لا ايدك بره جسمك. هو خلي بالك اللاعب معتقد ايه؟ ان في رجله ما تحسبش. ان ما تتحسبش. لا ده ارتداد. لو كان هو اللي بيشوطها وبيلعبها وراحت على ايده في اي شكل لا يعاقب. فهو النهارده سبب احتساب ركله الجزاء الكره جاءت من ارتداد لذراع اللاعب الذي في ليس في الوضع الطبيعي. هو ده التحليل للحاله التحكيميه. الناس تقول لك ما هو لما من الظهر الكره مش باينه. طب ما مش باينه لان جسمه مغطي وايده مش باينه. كانت الكره جت في ايده ولا ما جاتش؟ لكن من اللقطه الثانيه من وجه اللاعب باين انها خبطت في رجله يا كابتن سيف وراح اتجاه ايده والفار وقفها له وقعد يقول له رجع لي وريني اشوف. وهتلاقي حتى كف في ايده بيتحرك كده لما الكره بتخبط فيه. يبقى اذا خلاص لمسه اليد موجوده والقرار قرار صحيح. اللي انا مستغرب له الناس مسكت في اللقطه دي يعني وقال لك ان دي اللقطه الثانيه. طب واللقطه الثانيه ما بتبين ان في لمسه يد. اشمعنى دي مسكته في دي وسبته دي؟ يعني الحمد لله اكد على المعلومه اللي جت من خبير اخر واضح جدا ان القانون بيقول كده. فاللي عايز بقى للاسف الشديد هذا انا بعتبر ده نوع من المرض انك تبقى قاعد بتدور على حاجه او تخترع حاجه للشوشره على حد انت مش بتحبه. شكل ضغط على الجماهير المغربيه وضغط على حكم المباراه. انا باذن الله الجماهير المغربيه بعد ما تتيقن من الاحداث هتشجع فرقتها وده حقها تماما. ده حقها طبعا وبمنتهى الحماس والقوه. لكن هتدرك تماما ان كل ما قيل عاري من الحقيقه وعاري من الغرض النبيل. طيب الحكم الكونغولي ندالة لان هو اللي ادار المباراه. الناس مسكت في انه
انحاز للاهلي، جامل الاهلي، غرفه الفار والكلام ده كله، ومحدش عايز ياخد باله انه اكتر حد تعرض لظلم او قرارات غير موافقه وغير مواتيه للاهلي كان الحكم الكونغولي ندالة مع الاهلي، مع الرجاء المغربي نفسه في مباراه السوبر، الاهلي والرجاء في قطر، ضربتين جزاء ولا اوضح للاهلي ما احتسبهمش الحكم نفسه. الزميل محمد سعيد زميلنا هنا في قناه الاهلي على حسابه الشخصي ذكر الناس الحقيقه باللقطتين، الصورتين، الهاند بول سليم وواضح جدا، خدوا بالكم الضربتين دول ما اتحسبوش، اللي انتم شايفين صورهم من نفس الحكم ضد نفس الفريق في بطوله السوبر في قطر، عشان الناس اللي بتتكلم بنداله عن نداله تبقى فاهمه انه اكتر حد تعرض لظلم من هذا الحكم الكونغولي كان الاهلي. دعنا ننتظر الساعات القادمه، اعتقد انها هيكون في ردود افعال طيبه تنتصر للقيمه والمبدأ.